الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وحين كنا حجرنا سورة النحل تفسير كذا آية شنية صدن قيبتا درس كعاوة إن شاء الله تعالى حسقوا بدن يهي توحيد كإلهي سبحانه وتعالى وأول الحقوق حقوق كوه الرأي وأي حق إلهي بحقوق ضرن كوه الرأي حقوق ذا لدون يين إن عذو البصين كوه الرأي وكا إلهي سبحانه وتعالى بركا بالحق عدة كحد كذبتي يا أركتيه هذا اللي ته أيا إلى هاي وكور رميا سقى إن برايا سيد اللوجا بحلها أما سيد اللوجا جواب لها أما سيد ذلك اللوجا قنعين لها وحا كلا إلى هاي وكحك سين يا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يا وظيفة أما هوش النبي وحي هيد عليه الصلاة والسلام waxa ilaahay ku xusinaya oo kala qiyaamada iyo khalqiga oo soo saaro si kala hadii aanu dhigno waa arkaanta iimaanka rumaynta ilaahay rumaynta rususha rumaynta risaalada rumaynta aakhiro intaba way isku xigaan waqala alladheena bulahay kuwi waxay yiraahdeen ashraku shirkiga iyo gaalnimada sameeyay لو شاء الله هدو إلى هاي دونيو ما عبدنا مباننا عابدنين من دونه إنت إلهي كسو كيس من شيء وحبابا ما نان عابدنين هدو إلى هاي دونيو نحن أنقان عابدنين ولا آباؤنا آبايا شيئنا ما يعابدين ولا حرمنا حرمنا كماننا دقنين من دونه إلهي سكديس إنت كسو كيس غير الله من شيء وحبا وحانو حاران يلي لهين إلهي أو أنا لا أقولين ما يجرين به شرك أنا يسقى أقولين أنا حاران تني ما يدنا يسقى أقول به إلهين كذلك سدا سيفعل الذين من قبلهم كوي كهرين سدا سمي سمية قال ضعها فهل على الرسل رسول شدوا شو ذا ميو هذا ما هانينه إلا البلاغ المبين كارسين عد وأنا وحبها كرانين ترسوش تاسم بدو شو ذا بإلهي رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب كا سوى نفس ما يقول تنا دعاء هذا قوم الخاطف رأي سبحان لمن قال الله سيدا سيدا هذه وقال الذين أشركوا معنى عد تلمان لصية تسوليدت عد تلمان لصية وحوجحن مرخات فرك إلهي وقوم مرخات فرأي أما وقعد يدشوا له شركية قال لهم قال ذي وحيد هذه قالذي وحيدان هلك إلهي المؤمنين تنمر كومر خاتف رويل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مؤمنين رسول كي مؤمنين تي وحيدان إلهي بقى مر خاتك عايز سبحانه قل يا أيها الكافرون قالوا يبقى آيات إلهي وكول هل كل يا أيها الذين آمنوا كي يرمضني مسه لنا يا وربحين تاني لهاي ومارتين ذات كوار بحين أيوة المام أيوة مرك ذات كي أيا أنت هذا سي أي كل عدا يبا يجا أو حستاوين أي دوان أنا نيم مرما أنا الدوام بيد دمعين مرك ساوي حكول هذا النبي جا أصحاب شرك كانوا صماين أي نيجا قال لي ماذا يا وحن حلاش أنا حرام تكدي جاي يا حمان تانا صماين أي نو أنت ويا لهاي بعقل إلى الأسل كذا بقى إيمان الله هو حشاد ماله لأن الحياة شعبة من الإيمان والسيدة هذا بحشاتك وقائب كم إذا إيمانك قال إلهي إنك كما حشان أيه آدم إنك كما حشان أيه قف كمر كانوا إيمان لهين ترالا عنه لهين كيف كي سحبا ما ديرو سادرات ديرت بادر كيسا قال إذا يقول صمر أيه وضد الشيء كيسا إنه حريهين إنه حريهين أيه وحي دونان إكو هالله يه وحي دونان لكن ما أنتي دويتو إن كان هذا جاء وسام أو جواب يا وحول وردة يا هدي أفكي نوحري هاي قالوا
dee annagana gacantayadu waa xor. Haddaad tidhaahdeen afkayagu waa xor oo ilaahay baanu caayaynaa oo nebigaanu caayaynaa, kartoonkaanu doonaa baanu samaynaynaa, filimkaanu doonaanu alifaynaa, dee annagana gacantayadu waa xor, maxaa u diideen buu? Labada xorriyadood ee isu dhigaw, gacantiinni afkiinniiba waa xor. Muslimaa caaydaan, ilaahayaa caaydaan, nebigaa caaydaan, dee maxaa labada xorriyadood ha laysu dhiga buuri markaasoo idinaha yaabina. Markaad waa almuhim, saasay yidhaahdeen ilaahay baa raalli kaa bay yidhaahdeen gaalnimadan. Gaalnimada ilaahay baa raalli kaa, xumaantaanu samaynay ilaahay baa raalli kaa. Halkaasay mariyeen. Ilaahayna wuxuu yidhi tan iyaga kuma cusba, kuwa waqtigane kuwa ka horreeya sidan sameeyayoo rusushuna balaaqii way gaadhsiiyeen, may hakranin, balaayadii ilaahayna way ku dambaysayeen. Marka culamaa tawxiid waxa ay ka hadlaan arintan iraadada iyo mashiyada, almashiya waliraada ayay ka hadlaan. Marka mashiyada iraadadu labadabay ku soo arooreen nusuustee oo doonitaanka ilaahay un weeye, laba qaybood bay noqotaa: iraadatun kawniya wa iraada sharciya. Doonitaan ilaahay oo la xidhiidha kiisa qadarka, oo waxaas inuu hore u qadaro u qoray, qofkaas inuu sida arrinkiisu u dhici doono u qoray. Doonitaankaasi waxa uu la mid yahay ka loo yaqaano almashiya, iraadada iyo mashiyadaas waa isku mid bay noqonayaan. Marka xagga iraadada labaad waxa weeye iraada sharciya, iraado xagga tasharci dejinteenna la xidhiidha, waxa la ina farayo iyo waxa la inoo diidayo ayaa iraadada labaad la xidhiidhaa. Marka iraadadaasi sharciga ah ee la xidhiidha waxa Ilaahay uu ina faray oo uu inaga doonayo, taasina waxa ay isku mid yihiin almaxaba, maxabaday isku mid yihiin. Marka labadii arrimood bay isku dareeno, tii kawniga ahayd iyo tii kale ee sharciga ahayd, labadiiba way israaciyeen. Marka waxay yidhaahdeen iyadoo nala daayay annagoo xumaantan samaynayna, waxay daliil u tahay inuu Ilaahay ogol yahay, oo ilaa haddaanay istaahayn dee muxuu wax tallaabo nooga qaadi waayay? Halkaasay mariyeen qadarka Ilaahay waxbuu ku sooqay, oo cid waliba tallaabooyinka adduunyada qaadaysa waa waxuu isagu sii qoray oo iraadadiisu ay la xidhiidho. Laakiin xagga sharciga iyo wuxuu Ilaahay jecel yahay iyo wuxuu doonayo, dee uu caddeeyo Ilaahay waxa uhi wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan, intaaba Ilaahay wuu idin la nacay, foolxumada iyo gaalnimada iyo faasiqnimada wuu karaahiyeystay baa Ilaahay wuu. Marka waxa Ilaahay uu doonayaa iimaanka iyo daacada iyo ikhlaaska ayaa Ilaahay uu doonayaa subxaana. Waxababa ilaykum aliimaan wazayanahu fii quluubikum, taas kaana uu idin la jecel yahay. Marka iraadadaas iyo sharciga iyo taa maxabada ayaa isku mid noqonaysa, waaye waxay ku kala duwan yihiin. Markaa iraadadan hadii iyo jeer la xidhiidhaysa xagga qadarka, iyada waa laasimatu lwuquuc, inay dhacdaa waa lagama maarmaan. Iraadada kawniga ilaa waa arrintii qadarka ah, qadarku ma baaqdo inuu dhaco, waa laga maarmaan. Ama iraadada la xidhiidha xagga sharciga oo ah wuxuu Ilaahay inaga doonayuu jecel yahay inuu inaga helo, laysat laasimata lwuquuc, dhiciddeedu iyada waajib maah. Dee dadka wuxuu la doonayaa diin iyo iimaan iyo daaca, taasuu Ilaahay inaga doonay oo iraadadiisii sharciga ahayda oo uu jecel yahayna, marka iyadu daruuri maaha inay dhacdo. Dee dadkii bay ku xidhantay, wuxuu Ilaahay jeclaa dadka ka doonaya, dadkii bay ku xidhan yihiin. Marka qaarna way yeeli, qaarna way iska dayn, qaarna way iska dayn doona. Marka taa weeye taa iyagu daliishadeeno waa qalad weeye, qalad weeyo arrin qofku mukhayar u ahaa oo lagu tijaabinayo la eegayo ikhtiyaarkiisa. Ayay yidhaahdeen dee ikhtiyaarka iyaga maxaana loogu daayay, maana la aftuubo, maana la aftuubo dee haddii aan arrinku sidan ahayn oo aan sida nala ogolayn. Labadaasaasaa loo kala qaadayaa. Waxaa markaa faa'iidada ka soo baxaysa ay noqonaysaa iraadada qadariga kolku qofku ogaado, macnaheedu waxa weeye inuu Ilaahay isu dhiibo oo uu Ilaahay tala saarto oo uu ku qanco kolleyba inaan la gafayn. Iraadada sharciga ah ogaansheeduna waxa uu dee faa'iido ka yahay inaad samayso oo ficilkii aad la timaado, ilaan adiga ayaa lagaa doonaya, Ilaahayna waa jecel yahay subxaana wa tacaala. Haddii qofku uu yidhaahdo oo tolo Ilaahay muxuu uba sii qadarayba, oo iraadadiisa kawniga laftigeedu ee xagga qadarku ay ula xidhiidhay wax ay wuxuu doonayo waxaanu doonaynba,
ama shaygii uu doonayo la garay shaygii uu jeclaa la garay ka aanu jeclayn laftiisa sida de gaalnimada kale maxay ula xiriirdhay wax halkaa ku jira bay leeyihiin culimada tawxiid xikmad ilaahay subxana wa taala oo isagu uu doonay oo at xadiidka nabigu uu iftiiminayo wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam dad iyo caalamka ku noolay hadii aydan dambaabayn oo aanay idinku jirin qaar dambaabaya oo dhammaantiin sida malaa'igta oo kale wada noqon lahaydeen intuu ilaahay idinka xeeyo meesha idinka saaro ayaa wuxuu abuuri lahaa qaar dambaaba oo towbad keena oo uu dembi dhaafo oo si ay isu bedbedela xikmadiisi saasay noqotay waxaa kaloo rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam towbadda addoonka inuu ilaahay aada u jecel yahay oo uu ku farxayo farxad aad iyo aada u badan oo dee tusaalayaal badan uu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam farxaddaasoo uu marku shabahayay qofkii gaadiidka uu ka lumay intuu helay farxad daraaddeed gafay iyo tusaalayaal kaleba marka asmaadii ilaahay baa waxaa dee ka mid a inuu yahay mid cadaalad badan oo cadliyah oo addoommaha cadaalad ku kala xukumaya dabcan dee meeshii waa in qadaa jiraa oo qolo xaggan loo xukumaa qolo xaggana loo xukumaa asmaadiisi bay ka mid tahay inuu yahay kafaar mid dunuubta dhaafaya dee wax dambaabaaba haddii aanu jirinba yaa loo dhaafayaa marka dee dhinacna waa ka khayr dadkan dambaabaya dhinacna shar baa maaragtay ay ka yihiinoo dee waa sida badan sida qofka camaliyadda lagu samaynayo kale ama qaliinka dhibaatana ugu jirto dheefina ugu jirto marka adigu arin ilaahay uu doonay lixikmatihi ayaa taasi ay noqotay kolleyba laakiin labadaa ayaa loo kala saaraya ha jirta taasi oo dadka caalamkan u soo baxaya xumaan iyo samaanba wixii ay samaynayaan waa wuxuu ilaahay uu sii qoray uu sii qoray lase daliishan kari maayo oo qofkan xumaanta samaynayaa qadarkaa inuu daliishado isagoo isku qancinaya sida kuwan de waa wax la qadaray oo waanay dhacdaa dadkeena laftigeeda qof intuu matal wax kharibo oo wax isku dhalaaliyo ficil uu isagu doortay camdi u sameeyey u bareeray marka la ydhaha war maxaa hebel maxaad hebel u dishay maxaad u dhacday yaa ilaahayba qadaray ayuu leeyay ilaahayba qadaray marka taasoo kale qadarka in loo daliishado ma aha ixtijaaju lqadari cala almacaayibi mamnuuc wa cala almasaa'ibi yajuus in qadarkii loo daliishado wixii ceeb ee qofku uu sameeyey waa mamnuuc in qadarkii loo daliishado wixii musiibo ahee dhacay waa sax wey musiibadunba qadarka loo daliishanaya ayaa afaadka dhaca laakiin qofku ceeb ikhtiyaarkiisa ku doortay looma daliishan karayo waana kii nebigu ku diidanaa calayhi salaatu wasalaam sayid cali cali ibnu abi aalib markii uhi salaada u kacaadiya faatima habeenkii oo uhi anfusunaa biyadi illaahi idaa abcanaa bacanaa marka dee waanu hurudnaa ilaahay bay naftayadu gacantiisa ku jirtaa markuu deenna soo toosay unbaanu dee toosay ayuu yidhi wakaana alinsaanu akhara shayin jadala qofka bani aadamkii muran badana bal salaad baan faray muxuu qadarka igu dariishanaya waay dadkuna firqooyinku dee dadka muslimiinta ama firqooyin badan baa jira xagga qadarka qoloba dhan ugu dhufatay ilaa saddex qolo almuwafaquuna almu'minuun dad waa dadka muwafaqiinta ah ee xaqa waafaqoo mu'miniinta ah oo waa kuwa qadarka ka aaminsan sida aynu soo sheegnay ama sidaa u qaybiyey iyagoo nusuusta iswaafajinaya qadiyadda doonitaanka ilaahay iyo mashiicadiisa iyo iraadada la xidhiidha qayb kale waxa ay leeyihin ina almra unuf waa nimanka muctasilada la ydhaha arrinku waa iska bilow wax la qadarayba ma jiro wax la qadarayba ma jiro arrinku waa iska bilowoo dee imikunbuu qofku bilaabaya arrimaha wax ilaahay uu hore usii qadarayay wax iraadeeyay midna ma jira imikay bilowday qolo kalena waxay leeyihin shar iyo khayr wax alla wixii walba waa la qadaray oo kuwan ay ku dhow yihiin ee addoonku ikhtiyaar ma leh addoonku sida foostadaas ayuunbuu yahay mid riixan maba aha waa alcabiidu kulluhum musayaruun way iska qasban yihiin ee wax ikhtiyaaraha ay leeyihiin ma jiro kol haddii dee la yidhi wax waliba waa la qadaray ficilkiisana waa la qadaray isna wuu qadaran yahay wax ikhtiyaaraba ma leh marka ummadda islaamku iyo ahlu sunna waljamaaca labadaasay u dhexeeyaanoo sidaasaa maaragtay masaladan jawaabteedu marka soo ururiyo ay noqonayso qaala allahu tacaala walaqad bacanaa waanu soo dirnay buu ilahay yidhi fii kulli ummatin rasuulan ummad walba rasuul baanu ka soo dhex saarnay an icbudu llaha ilaahay caabuda
واجتنبوا الطاغوت سنم كان اسكيل عليه وحان الهي هين العابده فمنهم ضدك وحكم نوضين من هدى الله قال الهي وهنونيي ومنهم وحكم اذا من حقت عليه مذا يكر موضي الضلاله هل وي طريق وكلمي ايا كسغم فسيروا في الارض ذلك مرمره او وريغو صعد ضد يهو فانظروا وحا اكتان كيف كان سدو نوضي عاقبه المكذبين ويحق بيني عربتودي سدو الهي عربها وغويه بلاغا انت حرص على هداهم هديات هنون كودا كودا داشا النبي محمد او ضدك فإن الله لا يهدي ربي مهرونين أيام من يضل عدو لومين أيام كل لومين أيام قدر أي كل يبول لومين وما الله من ناصرين وحوهي لنا يا لما له قد يضاه روى التوحيد كذا هاي تنين وحوهي الرسول شيء عدب التوحيد أسل المسألة وها رسالة وضع الأفنبر وها مذو لبا وكبل أبي دعوة ديسية باقيس باقي سوحا وها وارضد يا وحا ليدين ابو رينا حقوق حقيقيسا قف ولبو حق لغا دونينو حقيقيا ايا لو ابو ري حق او ريانا وا كا الهي باقا سر رسول ولبا بلادي وا ايته وحي دليل تو تلباميسا اصل كدعوته انو هلكا كو فديو ددك وحا ugu muhiimsana laga dhaadhicinaya usagaya ani ibudu allah wajtanibu taghut ilahi yalla aabudu عبادة إلهي وأعطون كيو نلوشي سوچيدي إلهي حقيس نلوشي سي أردن قيبه هذا كلا دوان ما كلا قيبنا يا إلهي بوودة جهين هي معنى إنت ويفكن شوقو تلابسنا أيو وحاقو صلبا وحقيتنا يا عبودية ديس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين maalka ka saaray waa istislaam kaamil lillahi ta'ala ilahi wa doonki su dhiibay salaadayda markaan tukanayo oo ka turjumaysa ibaadadkii badaniga wa nusuki gowracayga iyo qurbaanka ilahi loogu dhawaanayo wa mahyaaya wa mamati geeridayda iyo noloshayda sida u dhantay lillah ilahi ba iska leh arugu ma yahay qof xoroobay oo dhanku doona u ridayo iska tashanaya laakiin ilahi ba ku xidhan طاغوت ما شيطانك ما صنمك محو يهي وكل ما عبد من دون الله وحك استول عبده الى هيك سهرين ولو قفت صاحبك انا هذا اما مدحو اهو حقي له روسيه دو دون قبيله دي سبها اهاد طاغوتك ووحي له هيك سهر حقي الى هي لسيو تدي هو marka umadida way qaybsameen mid hanuun iyo mid halaalay labadaas way qaybsameen markii baaqaasi uu yimid waanu ajibnay waanu diidnun ba dadkii u qaybsameen alla wuxuu halkan xusay deeki hanuunayna inuu ilaahay badbaadiyo ki kalena inuu halaagay fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin alaynaga doonaya in eegmadeenu eegmad dalxiis aanay noqonin eegmad daadawasho aanay ahayn eegmad ganacsi aanay ahayn لكن اغمدادو اي نقطو اغمو قفكا وحو انفعايسو قراتكيسا كوبعينايسو سنه الالهي يا سو جيرينكيس يا سدو امدها ولا دقمو واخ بدن كبدلايس انت حرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما الله من ناصرين هنون كود هددكو دداشو قد كود دلاليس النبي محمد كود دلالي جل عليه الصلاة والسلام أدت كود دلاشان وكود أد بو كود دلالي أدير كيو نفط كسب بحيس ولد الفدي الرسول يا عمي قل كلمة نحاج لك بها يوم القيامة قل لا إله إلا الله كلمة دا كل وعام لا إله إلا الله بركادي أد بو جعل نبي هنا يتدك وضحانونان أو أي هقاقان ولي وقفك هرمود كاهي لغو سيطيانا يقار كسي دبحرين فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وعادوا لو ذا نفتا دينا هلاكته كذيت با نفتا دينا كل ما يسيدا دو دبقوا علينا يسير هاتكو ذا الله سوقبو شركا يكسر دعيان كسوقبو لا هيبا قمر خاتف فرع
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم وحي شيغيسا حريص على هداية المؤمنين. مؤمنين تينو هنوني يا أبو آدي يا آدو تشعل على نبي إن تحرص على هداهم. مركوانا سيدا لقدونا يقفك مسلم كأه قفك مسلم كأه هدف كيس معها وما أردي وما صعد إن دتك أي هلاك سمان لكن وحاو صعد أين دتك بدبادان مدى ديدا مويان. وأقسموا بالله إلهي وحي كل أرتين دين لا وياشي جهد أيمانهم داره ذا هلكي أدم بيسيقهم حب الله هرين لا يبعث الله من يموت إن أنو إلهي سو سارين مد بنتي بلى وان سو سارب إلهي وعدا عليه وعد الله وعدا بلن بو إلهي قاضي عليه تشي سسارا ويسكوا واجبيي إنو ضدك صون أولين دونه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنتو ذا السبضاني ما قرن أيام محوصة صار يا ليبين اللهم سوء عدايا الذي يختلفون فيه وحلا وحيسكو خلاف صنايم بو عطينا يا كيبا حق تاجنا كيبا سباد الكتاجنا وليعلم الذين كفروا يكوي قال لها سيئوا قادان أنهم كانوا كاذبين إنا هي بين على يالها مؤمنين تنا رولا يالا يالها ستتكو كلابح إن إنما قولنا لشيء إنما قولنا هذا الكي يقوح أو يهو كلية للشيء هذا الشيء أنه كنا رأينا أنه كينينو إذا أردناه مركان الضارنا إنا نفق أصاصارنا أن نقول إنا نرأينا له شيء كن أحو فيكون ذا بتنوحانا حبان نقوم أتكى آخر صابحية دي بصنران شوهي يسوع علين تطدق يا أرن كي يساسون ولفضوا يقول هاي سبحانه وتعالى النوحة يكوى الرميسة رمينتي آخر أركانتي إيمانك أن نؤمن يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر مالن كا قيامها إنهم رمينه رمينة آخرة قرآن كواد بوسوع العليا لأنه ده مهمة ذي ميسان كذا إلا هذا رمينة آخرة وحي شيء سه قف كونوا يهاي قف إن دار جردة تدمة ذي نوحي شيء سه ويقف كان قف إن دو جردة إن دو جرد أما إن دكوا جرد له وفي إلهي بغر كاوحي وشيء سبحانه العليم الخبير أيه رميسان أيه سوان شندي أرق وآن حسابتي أرق وآن إلهي أرق أيه قنعي وحكو قنعي أدلة ذا إيه النصوص تا مدل أركي مدل أخرية يبالي وقف إن دير قرد كاسا أقويها ذي إن دير قرد با لغو تلمامي كرية إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تنمركوا أماني قرآنك بلوغيس قرآنك بلوغيس تنمركوا إلهي كوا أماني مؤمنين تنمركوا الذين يؤمنون بالغيب سورة البقرة بلوغيس تدسكمت شريا مؤمنين تنشعلها يوحوي هو وحي مقر مايا وحي مقر مايا واي فمين تآخر أصل بي أساس بيوتا إنسانك عمل كيس معنى إنه إنسان كدداله أو واجب وحقيقي الرومين تأخرك كحلا إنه إنسان كفريستا وعاجس الرومين تأخرك كحلا سكر هدي إنه تلمانه كرومين تي سوقفك آخر الرومي سيني آمن سيني كتلقل سيني أي ليس كي برنامج كوجر تقول بين تجارسي سنت أي أيو جارسي سيني عمل كيسي إيمان كيس إلهي بأمرك وحو هذه شر قرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث سات كواركيسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. سداي سداي لقفك إلهي آخر الرميس. مركا دتك هذه شر أفعاشه ضلال يا أبو. أتاي كفر تاي هتاي فاسق نمت هيدا. آخران آمسانين وحامسانين نلاشو انت يرور وريق قاون انت كل ماتو انت تبعتنا لك العرابة يوم هاك لا يجرى وحاخر الله إلهان يجرى لكن قفك مومن كاي وحد الانسان يها إن هالك سفر ايته هالك لقول نقاني انا هالك ايته نقال هذا اللي ديقى يمقر كالرسبك إن هالك اتا بلك هالك اسو صلاحة يا وقما سفر بو كل عافية فارقة ساجرة تدكينوا ضد مؤمنين جهل يا اسكتر markay qofka abhinaya xumaanta ka joojinaya ayaa waxa ila warbiyanaada shahaadanay
والميلا آخره رميستين ورا آخره كهذا بيس آخره كاهو رئيس إنتو إيريبوا ولا استعماله آخره كهذا بيس آخره كاهو رئيسي ميلا دمنين وعورا موحى إيشي جاي ورده و ومرتين لا يسكون صوم قنايا رجع سائل الله سبحانه وتعالى وحصي إن الدار أنت كوك رسيين لأن لا يبعث الله من يموت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنت متقال لف بري أو دوغو بيس داو سو قاضي كوين ترينينا شنية طبانكا عامد كمدي يقول النبي قال له ريما ففتها ساسو تشبي قال ساروح الور محمد ملفتا إمك الدوغو ذات دماغة أياد ليلة هاي آخره سو نقنيس سو نقضي بها جلاد ليلة سو طاب ما هبع بعضي محالة سوقي ما بوابا تنبسه إلهي إذا مركات جوابتا كحل قاضي النبي قال نكا وجوابي عليه الصلاة والسلام رسول كحل قاضي واي سيد هابين كده ويتسو حسين قال كي هران سان سيلها وكورا قال كأم كانوا حاقرة هي يا وحي برنامج كوتر تمنى مجر مرك قفك مؤمن كاي سيدي سبا لنقا كويقا لنقا ميو يا وحبريدا يا وحبرين يا ثقافة وكقاتي كأنه آخر الله لكن قفك هاتو وحوني يا هاتو شقي سنة يا هاتو وحكم ايو انت بها كنت لقلو انو هلكا قيديوية وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعدا عليه وعد الله وعدا عليه حقا وابلن لبا تشي سسارا معنى مستر كفعل كي لقاقوي عليه يوم معنى إنو إلهي سكوة جبيه تصنعي حقا وأتكين إلهي وأتكين أرقاسين أنو باقنين حكمة الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللغة بالتقوع إلهي وحر ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وحيد ذلك سكو خلاف سنعي با الله عطينا سيا الله عطينا سيد الله عطينا قرآن كواد بقورها iyada quraan baa la keenaya markaas uu ilaahay u qaybinaya haashiye marka meesha la isoo markuu ilaahay soo faayliyo wixii hore iyo wixii dambe banaanka kaliya isuu keeno ayaa loo dhiibaya mid walba wixii computerka ilaahay uu soo qoray asalale iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kalaaba kugu filan marka tii kaleba uma baahnin bal maalmihi iyo saacadihi iyo daqiiqadii iyo meesha joogtay iyo cida kula joogtay wixii oo dhan waa kuwan dulka lafti sida ilaahay taabanaya istaaraya isagana fatashhad wabar qati furays wakin oo mar qati furaya jaamidaadka iyo dhagaxaanta iyo dhirta mar qati furaya hebel shar loo ahaa iyo hebel khayr buu ahaa waxaan loo labowada mar qati marka sidoo cadeynayaa ay kamid tahay inuu kafad iyo miisaan soo joojin halkaas soo taagay waxa loo labowada dadka loo cadeynaya loo qancinaya kafad iyo miisaan buu halkaas soo dhigay salaalay hadaba kitaabadii lagu dhiibay waa kuuna eego saa loo saaraya halkaas midna indhuhu soo baxaya midna uu kala badbadanaya farxad iyo naxdin kii kaadibka haya kii saadiqa haba halkaa ku kala baxaya waxa markaa aayadu ay tilmaantay adilada qiyaamaha iyo aakhireen ay ka mid qoraalka wax laynaga qorayo laftiisu oo waxa recording-ka loo sameeyaa ama loo sameynayaa tasjiilka in wax la duubo wax la qoro waxa loo sameeyaa maxay dihadhow la soo celiyo iminka hadii sheegana loo baahnayn wala iska masaxaama wala iska sii daaya laakiin qoraalka wax la qorayo iyo kaydka dadka laga sameynayo waxa uu markhaati u yahay in isku soo noqod jiro waa adiga arkay adduunyadan marka la joogo shayba shayga uu ka muhiimsan yahay baa la yiraahdaa rekordkiisa la badiyo ama qoraalkiisa la badiyo cadeymihiisa la badiyo walaarinkani waa arrin muhiim ah oo hadhowba muran ka iman doona hadhowba la isku qabsan doonaa ee nootaayooyinkana ha loo badiyo cajaladahana ha loo badiyo markhaatiyadana ha loo badiyo baa leeyahay marka arrintaasi waxay markhaati ka tahay in meesha in dib la isugu soo noqonayo dib la isugu soo noqon doono sidana lagu kala tagay haddii ay gaalada caqligooda ka fogaatay aakhira waatay dadka inta leeg baa soo noqonaya siday isugu imanayaan qaar baan la xabaalin qaar baan meel maray say talow maskaxdii sayarada daciifka ah tu sawirkaasi ku weynaaday ilaahay uga jawaabay innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun
بين الكاف والنون ساس ولا دبيرت عمل الله لو جنا قالوا قرالك الهينا كو ناكسن الهينا وجعلي اياو بلاوي هلك ربنا وحده والذين هاجروا في الله الهي درادك وقحي من بعد ما ظلموا انت لغو حد قدبه لغو قردروده كدب لنبوي أنهم في الدنيا وحانو دجين دون الدنيا حسنة مكان الحسن الميل وناكس والأجر الآخرة أكبر الله المر انت آخرنا ويكوينت لو كانوا يعلمون هتاي قرانا الذين كوي ويصبروا ويصبرين وعلى ربهم يتوكلون إله وذنا ويترسارت marka saas weeyo qoraalada waxyaabaha ugu qiimaha badan ee ka soo baxaya wax lagaaga sheegay qoraalada waxyaabaha ugu qiimaha badan ayay ka mid tahay taas waa qofkiyo dalkiisi iyo dunyadiisi ilaahay ka iibsaday subhanahu wa ta'ala si uu aqeedo wanaagsan oo saafi ah ilaahay uu kaga raali noqdo uu u helo waxa si gaar ah ilaahay u xusay laba arimood oo aad u waaweyn oo hijrada iyo sabirka hijrada iyo sabirka marka hijradani waa qaxoonti ayaa la yiraahdaa la hijra af Soomaaliga marka talo maxay ahayd qaxoontigaas fi sabiili maxay fi sabiili fillaah way fillaah u qayday ilaahay laana waxyaaba loo qaxaaba iska badan waxay imika loo qaxaa talo ma fillaahi ba walladheena haajaru fillaah ma badna ويرثي تاس لكن وحاق حنت دعية الطيورة اسكوة إدارانا بدل الله اسكوة إدارانا سحراقة تسكوة كمرانا محال أولان كرا وفي الدولار أما في الدنيا أي الله أولان كرا وأدو يوم نبي قلنا عليه الصلاة والسلام أرين تاني حساسية دا إلا داي درادي يدد كسيد وقوك لا بحاوك وكي كو حسي حديث كي صحيحة إمام البخاري كتاب كيس وكب العبي صحيحة حديث النية إنما الأعمال بالنيات غيبتي صدام بوام حي فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تين ملاوة تنطبع قفك قحون تقيسوا يا نبي أصدقاء الدنيا يقحوه يا الله iyo islaan uu guursado iyana waa isxambaarkii ogow marna ninka xambaaraya marna gabadha xambaaraysa ka dee hijradiisu diin maahe waa dunyadaasuno dee halkay kala dhacduun buu eegi dunyada mar hadduu qofku heerka gaadhana ama uu helaa ama uu waaya inteeba afka goosato iyagoo aan helin marka hijradii baa noocyadaas fillaah markaas ilaahay qeydka uu raaciye subxaana intii la dulmiyay kadib intii la dulmiyay ee xajin waayeen dulmiga ayay diinta la baxsadeen dalkii bay ka carareen dunyadii bay ka carareen waxay ku iibsadeen diinta lanu bawayanan fi dunya xasana wanaag baan dhex dejin doonaa adduunyada adduunya wanaagsan maa siin macnaheedu waxa weeye lanu bawayanahum waa mubawaa shirqin meel wanaagsan oo la dego ilaahay baa dib u dejin buu samaynayaa dib u dejin buu samaynayaa waa bushaara abaalmarinta aakhiranada way ka sii weyntay xasanaadka adduunyada ku yeelanka aakhiraa ka weyn hadday garanayaan waa kuwa sabray ee ilaahayna ku tirsada tala saartay waxay ka sabreen maalkii waxay ku sabreen dhibaatada soo gaadhaysa naftooda asxaabi asxaabtii nabiga ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisi mid ka mid a wuxuu kasii dhaqaajinayaa maka markuu nabigu ka tegay wuu ka daba dhaqaajinayaa waxa soo gaaray nimankii gaalada ahaa way ku dhegeen war maxaa dhacay waxay leeyihin waxa dhacay dadna waad meesh intii aad nood markaad nootin waad farabadhayd bay leheen dadna maad lahayn duunyana maad lahayn daarana maad lahayn haddaad doonaysa inaad qaxdo iskaga dhaqaaji waxalla waxa aad hayso oo dhan keligaa untii halkaa ka bax keligaa baad timidee keligaa dhaqaaji waaye maalkaasaa garatay mu dee waaye haddaba keligay baa dhaqaajiyey lilfuqaraa alladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allaahi wa ridwaana wa yansuruuna allaaha wa rasuulah
أولئك هم الصادقون مركا يسقوا إلهي رالي قلنا يودد كيسي يو دنيا دي سي يو حولي سي بكذا قاتي مركا نعمة ومالك وربح المال وربح البيع إيه كيو نكسرابه وما أرسلنا من قبل كهرتا ما نصدر النبي محمد إلا رجالا رقبا نصدرين نوحي إليهم أن أوحيون رقلا أوحيون بهانجر الرسوشي هوري فاسألوا أهل الذكر أقويهن كويدية إن كنتم لا تعلمون هدي ذان قرنين بالبينات وحانكو صدرين معجزوين على عد والزبر يكتب لو صديبه وأنزلنا إليك الذكر أذيقنا قرآن كنانكو صدرين النبي محمد لتبين للناس سيادتك وغو صافتاد وغو على عضيصه ما نزل إليهم وحيقا لغو سودتشي ولعلهم يتفكرون يسي أيدتك وفكران أي وحيقا وفي ريان مركي فهمان وموضوع الرسالة الرسول والرسالة وطبيعة الرسالة رسالة هي الرسوش ونبي محمد سوى قبي عليه الصلاة والسلام أي إلهي اسكل لفاق أو اسكو قبط يلو قيد يدمات كيدو واسكو من مستر كذا يا ماشي رسالة كسوف ولا يصير رسوش كيمان يا وايس كمد وحى أي ستان وايس كمد وحى كوب باقي يا وايس كمد لما كلا النبي لما كلا ليجي كرا يا رسوش والنبي محمد لقى ما صار كرا يا رسوش هراء هدي رسول كلا الدوري رسوش هرم باو مرخاتية رسالة ده دي بحال الله يعو وحى ستان دي بحال الله يعو هل كي مادين هلا يعو هدي هذا الرسول كار رسالة قرية هدي كتاب قرية inu ilaahay ka yimi sheegayaan intii baa kula mid dabigu marka hore ragun bay haayeen kuwi loo waxyoonay wama arsalna min qablika ila rijala nuuhi ilay tumarna ma yahayn malaa'igna ma yahayn jinna ma yahayn laakiin rasul bay haayeen raga nabi maxamed ka ma yimi samaa waaye waxa lagu diray wuxuu ha bayinaat iyo zubur waa kutub iyo mucjisaat rasuulku waxina uu keenay مرخاتي ما ديوه الأرك يو إنها الله صار يو معجزان أولها إنتي بنا أولي نبي عليه الصلاة والسلام هذه كان كتاب كان الله قوك يعني تد كان الله قوك تلقى لي أما أنا ذا إيه قد قرسينيس قرسي أو عضيه إيه كان فكر كان لك دوريا يعني فهمان أبا ساسو وكان سائل هاي وحاو كم مرخاتي كعي دليل كيدين أو كاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمن كي قريشات به صورتنا ما كي به هذا عهد جي ما كي سودك تي يدين كتشهال باتي وعي ولا ذي ما كي قريش يعرفتي أريده تالي النبي وكسر نحبه عليه الصلاة والسلام كتابه ونسب شيء جنا ينا أيها ين ما يجري القاب على يدين كتشهال باتي هنا كتاب يا آية تونا دريشن كرايني بلدك كتب تهاي هراء ويدية مركا كوا منصفين تعادين انت كريستن كأيوا يهود باها way umar khaati furi jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam aadininta qaar koodo aan rumaynin baa umar khaati furi jiray astaamiisa si sheegi jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam sababtu taaha tawaasna saamaha ayadu waxa ay hagaysa oo ay jahaynaysa oo ay tilmaamaysa cid kasto wax ka qarsoomaan ama cid kasto wax muhiim ah jahli kaga sugan in halkeeda aanu ka dhigin isqancin isagu isqanciyo iya isaga oo isbida oo ka iftooda oo ka jawaaba taasi ma haboona waxa haboon cida cilmi oo bidaya mas'alada ku dhaanta diin iyo dunyada inuu wax weydiyo nabi waxa alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ala saalu inama shifaa'ul 'ayyi su'aal marayn asxaabi khaldantay asxaabi dhintayba fatwa khalada la bixiyo nin dishay fatwa la khalad ka ah la bixiyaa iyo isqarcintu waxay keeni kartaa ka bixiyeena inuu dhinto ku kalana inuu dhinto labadaba de xadiidkeen ku hayna oo imi ka xadiidkan ayuu ina wax sheegaya fatwa khalad inta asxaabta ka baxday in asxaabi dhintay dhakada dalooshanto nambarba ku dhacay lafta jabto markaas uu wariyareen magabagabaysan karaya wax kaloon isticmaala ma jiraa de biyi way dhibayaan maskaxda halka dalooshada de way galayaan waar adigoo biyahaya wax kala kuma haynabay ma sidaasa de hadaba aan ku dhinto uun salaaduna ku dhintay buu salaalaanu yaa ku dhiman biibu ku maydhay dhakada jinaabana ku tin biibu ku maydho dhakada ka galaana u dhintay hadiidku waa inuu xasan yahay sanadkiisu ayay tilmaamaan culimada markii nabiga loo sheegay inuu wuxuu war way dileen allah laaye allah laaye asxaabtane way dileen ala saalu inama shifaa'ul 'ayyi su'aal dulmay weydiyaan dadka hadii ay wax karaan waayaan cudurka jahliga leeyahay caafimaadkiisu waa su'aashe
وسؤاش. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وارين مهمة دي هذا لوية مفتقي دي عبادة سنة يينا مركي ونين كي كوري توبد مليه دي هذا قنا نلال مليه بلوكي راعية كوكا قسية إسنا لغا سوكولين مركا دباتوين كإيمان يا آخر السمان كي كمتاي قفكو إن أو كحشوة قران مايو يا إن أو كحشوة سؤاش وسوي حيلا ونكسن ويالا أما عدرك سقف كيو أرين تي لغا معرفة رويا مانكو ونكسنينو dad jeedinay oo isaga waxay la tahay un jeedinay bil bayinati wa zubur quraan kan baa ilaahay wuxus waanzalna ilayka dhikra li tubayna lin nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ilaahay wuu soo dajiyay rasuulkana waa lagu soo dajiyay dadkana waa lagu tala galay min allahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alayna at-taslim ilaahay risaaladu leeyahay inuu keeno waxiga rasuulkana dadka gaarsiiyo ummaduna u hoggaansanto saddexdiba isdaba yaala ayadu waxay muujinaysaa oo saacad aad uga arkaysaa marjaca tafsiirka inuu yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam tafsiirka ugu muhiimsan iyo masaatirta tafsiirka halka tafsiirka laga qaadanayo inuu rasuulullaahi maxamed nabi maxamed yahay oo loodhanayo rasuulallaahu aayadani maxay u jeedaa bal noo fasir waan u fasiri jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta iyagoo codsaday iyo iyagoo oon codsanin labadaba iyagoo isku waafaqay iyo iyagoo ku murmay labadaba wuu caddeynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waanzalnaa ilayka dhikra li tubayyana linnaas masaatirta tafsiirka waxa ugu horeeya qur'aan qur'aan lagu fasiro waxa ku xiga sunnada nabiga qur'aanka lagu fasiro kadib markaas uu imanayaa asxaabta tafsiirkooduna oo isaguna ku sii xigaya maadaama nabiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam isagoo fasiray wuxuuna u shardiyaa hun xadiidka iyo naska xadiidka fasiraya aayadda de inuu sugan yahay waanu xadiid de war kale oo cid kale keentay aanu ahayn ee wax jira inuu yahay unbaa la iska hubsanaya hadduu jiro tafsiirkaasaa la qaadanayaa ee tafaasiir cid kale ka soo aroortay kan nabiga ka horeynaya calayhi salaatu wasalaam maadaama ilaahay uu qur'aanka adaa fasiraya mufasirkiisa afa aamina ma waxay ka aamin noqdeen ama ay aanay ka feejignayn alladiina makaru sayi'aati kuwa xumaanta sameeyey xumaanyaalka kuwa sameeyey an yakhsifa allaahu bihim alard inuu ilaahay dhulka la jaro talow taa miyay hee ka xasileen oo way isdhigteen miya أو يأتيهم العذاب أما ينو عذابك كي يمادن من حيث لا يشعرون ميلاني قرنين أو يأخذهم أما إلى هيء قبطبع في تقلبهم يغوت قد قدون كوضا كسوغانو إسلاب الرغي سيدا بهاشي الدنيا دا يدوغا شقين أيه فما هم بمعجزين إلى هيء نمع تسجلني كما بحسن أيه أو يأخذهم أما إلى هيء قبطع على تخوف يغو عبسن أيه فإن ربكم لرؤوف رحيم إلهي نوى نحريس بدنيا بداد نحريس بدنيا الكوحة آيات وآي حصيا أسل كذب عقابة إلهي يا عذاب كيس يا قبشد أتوني آخرة وحها لسوا أو آنوا أو آن لو قد وين كإلهي كسي جسدي ka ilaahay ka sii jeedsaday markaad aragto yay kullu goynin maalmaha yar ee uu wax rogrogayo ama wax farsama iyo wax dhaldhalaalaya iyo wax macmacaana uu isku wado yay kullu goynin laakiin waxaad ku bushaaraysataa inuu ilaahay nin ilaahay ka dambeeyaan kabti yeelay nin ilaahay daba taagan yahay raad kurayo kabti ma yeela markaasaa su'aalahaasaa ilaahay uu soo dhigaya su'aalaha dhowrka ah niman kuwii alladiina makaru sayyaat makaru sayyaat kuwa shirqoolka sameeyey ee aan waxba la harin shirqool bay u sameeyeen ilaahay shirqool bay u sameeyeen diintiisa shirqool bay u sameeyeen rasuulkii iyo muuminiinta ilaa intaaba ka shirqool u sameeyey ilaahay buu sameeyey kuwa shaqadoodu makriga tahay ee badeecadooda shaydaanku makriga ka dhigay talow kuwaasi miyay isdhigteen ma bustaha isku laabteen talow ilaahay xaggiisa miyaanay iska eegayn ha ku tala galeen intanoo siyood mid uun iyagoo ku sugan inuu ilaahay qaban doono kow an yakhsifa allaahu bihim alard inuu ilaahay dhulka la jaro
inuu ilaahay dhulka la gooyo oo meel ay mareenba la waayo. Marbaa waxay yidhaahdeen qolo waxaa munaawaraad wada sameynaya ama dhoola tusad ciidamo yuhuuda iyo qaar turkiya dhowr sanaa laga joogaa muddadaas maabay badnaynba badda iyaga u dhaxaysay agtooda ayay ciidamadaas ka sameynayeen munaawaraad iyo dhoola tusad oo kuwan xagga iskaashiga milatari leh. Mid kuwii turkiga ahaa ka mid ah ciidanka turkiguna dee intiisa badan waa ciidan loo rabeeyo oo loo dhisay inuu si nidaam bilaadiiniya noqdo, ciidan calamaaniya lagu tilmaamaa. Waa tan dee imikaba ay u barooranayaan calamaaniyada dad dowladii Islaamka markii la dumiyey lagama hadhayne, sidii loo sii waday loo sii waday ilaa Masarkii baa lagala dagaalamay, ilaa Masarkii bay maraysay. Iminka mudaaraadku wuxuu dhacaya maxaa Masar loo xidhayay, Yurub iyo waxaa lagu xidhayay wadamada gaalada, halkana waa laga mudaaraadayaa, waxaa loo ridayaa dowladdan Masar baa la xidhay. Hadda haddaynaan inaga lafteenu ka joogina ay sii socoto calamaaniyadii iyo diinlaantu Masar ku dagaalan unbaa imanaya. Ilaa Turkiyaba intee laga joogaa khilaafadeed boqol sano lagama joogo intay sii maqnay dowladda Islaam iyo masaajidada noo dhisaysay. Marka wadada yar ee xun ta weyna xun bay kugu daraysaa, hase hashanin. Haddii madaxu ku faarsan yahay waa xumaantoon la joojinina lasii wada un. Almuhim aanu soo noqonno tusaalaha mid ka mid a ciidankiiba Turkiga ayaa wuxuu qaaday kitaabka qur-aanka ah, halkaasuu dhulka ku tuura uu ku joogsadaa, wuxuu ihi ilaahay soo dejiya ku heliy jaraa'idka qoraya suuriya iyada ka soo baxayeen jaraa'idka ka akhriyay. Ciidankii dhowr nin oo arkay afcaasha ninkaasi uu sameeyey way ka yaaceen oo xagga jasiiradda u yaaceen, xaggii berriga u carareen. Intii kale dhulkan baa ilaahay la gooyey. Maryo dhexdeer waa maqlayseen oo Turkiga zalzaal iyo dhulgariir aada u xumi uu ka dhacay, ciidankaasina halkaasuu ku leeday boqolaalkii kune boqolaalkii qofe uu ahaa halkaasuu ku tegey isaga iyo saraakiishii iyo dadkii meesha isugu yimid. Marka jawaab dhaqsa ah ayaa ilaahay u dhiibay, waxaa la yaab lahayd jawaabta dhaqsaha ilaahay u siiyey. Marka kuwii ka soo fakaday baa ka warramay xaaladda se u dhacday. aw yaakhudahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun, meel aanay filayn buu cadaabku kaga imanayaa, meel aanay filayn ayuu kaga imanayaa. Mararka qaarkood buu isaga uun isku dirayaa qofka, dabeetana inta uu xajin waayo ayuu mudigta iska jarayaa. Mid hudheelladeennan ku jiray bari dhexdeeraho ay yidhaahdeen xiiqiyo waxbaa yaro qabato, mindi yaro dhalaalay soo dhuuban intuu qaadunba halkaa iska geliyey, dabeetana wuxuu ihi waan iska neefinayaa, waa fulaynimadiisii uu xamili waayey. Dabeetana halkaa dhuntu buu daf iska siiya, wuxuu ihi naafaha iga timaado kow. Marka min xayu laa yashcuruun, meel aanay filayn oo layaa badan kolu isaga isku dirana. aw yaakhudahum fii taqallubihim taqallub, taqallubku waxa weeyaan qofkan oo adduunyada intuu ku baraad beelay xagga iyo xagga iyo xagga dayuuradda iyo markabka iyo tijaaradda iyo siyaasadda iyo hog sidaa isu laba rogaya, ninkii hebel aad buu dhaqdhaqaaqaya iyagoo xaaladaa ku sugan oon itaala lahayn baa ilaahay qabanay. Mar saddexaad aw yaakhudahum calaa takhawuf, iyagoo cabsanaya, marar badan bay cabsi dareemayaan, dabeedna wixii ay filayeen uu ku dhacaa. intaasoo xaalada laakiin intanoo dhan ilaahay wuxuu ku soo gabagabeeyey maxay yidii diilagelin oo ilaahay wuxuu ihi inna rabbakum la ra'uufun raxiim, hadda isagoo qabasho ka warramaya ilaahay kumuu gabagabaynin ilaahay cadaabkiisu uu adag yahay, qabashu ka warramaya wuxuu ku gabagabeeyey fa inna rabbakum la ra'uufun raxiim iclamuu anna lakum rabban yakfiru dunuuba jamiica. Waa ilaahay baa ayaa subxaana wa tacaala wuxuu ugu bushaaraynayaa inay weli hadda fursadi haystaan. Markaasaa ilaahay wuxuu ihi ilaahay waa kii dembiga dhaafa ee naxariista, waa ra'uuf raxiim, uu naxariisanaya, naxariistiisa ka faa'iidaysta. awalam yarow, miyaanay arkaynin dadka aan iimaanka lahayn ilaa maa khalaqa allaahu, wuxuu ilaahay abuuray oo min shayin shay kasta ah, shaygaasoo yatafayow uu leexleexanayo dilaaluhu harkiisu ka soo wareegaya can ilyamiini midigta washamaa'il iyo bidixda sujadan lillaah iyagoo ilaahay u sujuusan shay walba harkiisu wahum daakhiruun iyagoo oo ilaahay u dullaysan oo khushuucsan walillaahi yasjudu ilaahay waxa u sujuuday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa samooyinka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan min daabatin oo waxa dhulka dul tukubaya walmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaahay bay u sujuusan yihin wahum laa yastakbiruun isna weynayn maayaan cibaadada kama kibirsana yakhaafuuna rabbahum ilaahooda ayay ka cabsanayaan oo ka qabadhacyoonayaan
يخافون ربهم من فوقهم يسقوا كسرية ويفعلون ما يؤمرون وحل فرين وي أهليه ووه جانسيه أو يسمينه كوا سبها دوا خلق إله آيات كان لبعضنا صد لبست حضنا عيادات وحيلها وكحصية حتى يدعي قار لقد ديريي ودد ليتا وتلمامه ذو أي كوايهين وهلاقي لهاي قرك وسارين هاي حمان تا أي سمين يان درادين حتى كوا سيرة وات كوا أكت بل حتى واحد أكتا خلق قايب كلان أك قايب كلو خلق قيلة هاي نك واحد قرن دون تا إلهين وياي مر والبحميد مد مهضله عدا ما هذه نيسانا هذا بدن أنت قالوا ذي تنين سمرك لا إيجو إلا بربر دقو أنت إلهي عابوديس يا أنت وسوتشوس يا أنت وهو جانسر يا أنت ودوليس سمرك لا بربر دقو تلاو نسبين تلاك بيسون قنايا توه كان إلهي كورهمن وهو الب عريض روح كوسقان يا جامد هذا وح إلهي ديدا أنت عير كوابن يا تنين سله أنت ساتي دي وإلهي كوك عن صيد سبحانه وتعالى يدو إلهي آن وباهنين با خلق عبادتي سي سجودي سهدنا يي كوياب قالين إن انت عاصده بل انت عابده سنهيك سبحانه وتعالى بيانا إركينين انتو إلهي شايمون أبوري يتفيو ظلاله عن اليمين والشمائل هركاس ميدكتو كوريغ يا مرنا بدحدو كوريغ يتفيو أوليح لحنايا هركو ميدكتيا بدحدو كاللحنايا دي هركو مركو وريغ يو لبدا ميدو بو كوريغ duu galin ka hor dhinac ka jiro dhinac kale markuu galin ka dambe tagayo deemarna midigtu ka wareega jilaalkiina dhanbu ka wareegaya gugina dhanbu ka wareegaya hadaa imi ka qiblada qaabilsan tahay waad u jeedsato xagga qiblada harkii de ka xigay bidixda marka jilaalkii ay tahay xagee buu ka wareegaya de bidixdu ka wareegaya markan kale la midigtu ka wareegaya gugii marba dhanbu maraya harka wareegaya يا مخلوقات كإلهي وهلا وحي سجدا لله وهم داخرون يقول إلهي سجود سنة أتو كان قال كإلهي عاسي هركيس سجود أيه هركيس وأرنا هذا بلالن بإلهه وتلما ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة حلوحة دلت كبيا عالم كريع على هوس سجود أيوه مارت كشره إنه وين تاين أركي إن حيوان هذا بدي يبري كشره waynu faalaynaayo codkooda laga waramaayo afcaashooda xayawaanka laga waramaa mid waa la amaanayo mid waa la eedeeya mid waxa la yiraahdo baroranaya mid waxa la yiraahdo geeraraya haday intaas oo dhan tasbiix ilaahay bay wadaa tasbiix ilaahay ilaahay oo tasbiix sanaya malaa'iktana ilaahay u raaci iyaguna ilaahay iskama weynayaan cibaadadiisa yaqaafuna rabbahum min fawqi إنه إلهي الضومي سكسر رأيه وأنه كل أحجرين كان هو سيني بآيات وعطيني ساعة علوه إلهي سبحانه وتعالى إلهي أكسر رأيه أي كبقيا سبحانه وتعالى حق إياش هو أهل التقوى وأهل المغفرة وحي أهل إياه إنه لقع عبصده أي أهل إياه إنك استوى عبصدي سوأي كدو وانتاي عبصدة كوة حوق ووينية كوة واحتلال لقع عبصنا وعبصنا ومدد مله عبسنا وامد مع الشعيل يو كده وانشله عبسنا إلى اللقى عبسنا يا وحويه لنا يك القعل يحبي يو وهل وقفك إلى وهشني عبسنا بغرضة يو وح بحلا وحتلا اللقى عبسنا يا أنا وعبسنا طبيعي ضد ماله من فوقه ويفعلون ما يمرون وقالوا وحيد وقال الله إلى هاي وحوري سبحانه لا تتخذوها سمي سنين إلى هين اثنين لما إله إنما هو إله واحد إلهي هو إله كليا فإياي فرهبون أريق أونيق عبصلا وله وحقصق ناذي ما في السماوات والأرض وحقصقا سموينك إياه وحقصقا للك وله الدين عبادة الله واصبا نستقى دائما إلا عابده أي الله الدين واصبا أفغير الله تتقون معيدان إلهيهين باك عبصنا إيسا هكا عبصننا ساسا إلهي يوري فرين تاسو نبي قو سو ديو فرين تاسو كقر كتابك فرين تاسو ديمه السماوي قا أهوردن أصلو أهيد
usuusha aan la nasakhin weeye tawxiid waxyaabahan la nasakhin weeye yaa nasku uga baga sidaasuu ilaahay yiri qaata ilaahay wuxuu yiri dad iyo hoow keligii caabuda oo laba ilaah baa jira ha oranina laba ilaah baa jira laba hadii la diiday saddex miyaa la ogol yahay saddex iyo afar iyo shan dee hadalkeeda daan mid quluun baa la sheegayaa laa ilaaha ila allah kelmaddaas ka ku dhawa sugaysa weeye marka inamaa huwa ilaahun waaxid fayaaya farhabuun xaqaasuu yeeshay waa in laga cabsado daliilkiisiina xaqaa waxa weeye inuu leeyahy ciriyo dhul waxa ku sugan inuu leeyahay diin waa siban cibaadada abaalmarintana isagaa keligii leh oo ka abaalmarinaya diinta dhaqanka joogtada ah ee la kala goynayn een laga tegaynin ilaahay baa la keligii subxaana wa tacaala diinta daa'imka aynu raacayna walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun tawxiidkaasi bay markaa tahay dadku inay ilaashadaan oo aada ugu laxa jeclaabaan tawxiidkaasi markaa wuxuu leeyahy waxyaaba nawaaqida oo sida salaada had iyo jeer ay u burto waxyaaba buriya ayuu leeyahay oo culimaadu tawxiid ay taxaan qaar ka mid a haddaynu ka xusno waxaa ka mid a in ilaahay wixii xaq ahaa ee uu gaar u lahaa cibaadaasi ka mid ahayd cid kale lala wadaajiyo taana wuu ka cadhoodaa abaalmarinta uu ku bixiyo taana wax kale kuma abaalmariyo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax kaleba uu dhaafaa laakiin shirkigaama dhaafa waxaa ka mid a waxyaabaha nawaaqidka islaamka burinaya in qofku idhaa ilaahay waan ogolay haa wuu jiraa waa ilaaha xaqa ah laakiin waxaa loo marayaa silaan lahu wasaa'id wasiilooyin baa loo marayaa maa nacbudu mila liyuqaribuuna ila allaahi zulfa ilaahay baa ku eedeeyay ilaahay baanu caabudaynaa isaga waanu ogolay laakiin salaan yarun baan u samaysanaynaa oo kan xabaasha ku jira iyo kan sanamka iyo kan kadaa wakada kaloo marayaa saalix ba ha ahaado weli ba ha ahaado hadduu doonaya ama nebi ba ha ahaado ilaahay wuxuu ihi wax lay soo marayaa ma jiro waxay culimmadu ku tareen waxyaabaha islaamka qofka burinaya gaalka kufrigiisa inuu ammaano ama kabasha kiiu yidhahda gaalba maaha kaad leeday ma kan dadka u ixsaan samaynaya khayrka makaasaa gaala wuxuu aadan dhalayba isagaa ugu khayr badan say soomaalidu yidhahdaan mararka qaarkood taasina waa waxyaabaha keeni kara qofka in islaamkiisu uu buro hadduu yidhaahdo kufrigiisu kufri maahe waa sax ama uu shaki dee geliyo waxyaabaha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda u jideeyey sunna iyo faral mid kasta aado ee laga dhexlee xadiid ku sugan oo qofku uu dafiru diido oo idhaahdo kaasi wax jira maaha sunnana maaha waa iska khuraafaad ama waa bidco isagoo idhaahda khatarteeda iyana leedahay isagoo ku dheeldheelaa la mid ah qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay aayaadkiisa rasuulkiisa inuu qofku ku dheeldheelo kaftanba ha ka dhigayo kaftanba ha ka dhigaye wuu kaga boodayaa nawaaqidulislaam ayay ka mid tahay islaamka waxyaabaha ka burinaya iyo qofka caqiidada wanaagsan ee ilaahay uu ku soo celcelinaya qur-aanka dhexdiisa waxaa ka mid a sixirka sixirka aayaddii qur-aanka ahayd ee taa ka warramaysa suuratulbaqara ilaahay wuxuu ihi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula innamaa naxnu fitnatun falaa takfur labadan malaga dadka imtixaanka u baraya sixirka ee tijaabada ku jira waxay leeyihin waryaa balaayaanu nahaa ee sixirkan ha baranino ha gaaloobin sixir haddaad barata waad gaaloobi marka sixirlaha iyo rumaystaha aaminay kuwaasi way isla hoogeen jar bay iskala dhaceen muslimkii oo iyo gaal markay salaan oo qofkii muslimka ahaa uu gaalka ku biiru yidhaahdo suti gaashaan kuwanaynu garab taaganah waman yatawallahu minkum fa innahu minhum in allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin suuratu lmaa'ida qofka weli u noqda ama iyaga garab siiya isna wuu ka booday ayaa ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala iyagoo ku biiro muslimkii wuu ka dhexbax ilaa liisku raacun baa lagu qoraya shirkiguna waa qaybo shirku ducaa qayb la yidhaahdo oo gaalnimada qaybtaas macnaa ka imanaysa dhinaca baryada wixii ilaahay la baryayay oo cid kale uu baryo qofka adaa ka ilaaha weeye macnaheedu shirku niyati waliraada shirki la xidhiidha go-aanka qalbiga shirku daaca shirki la xidhiidha xagga talaqaadashada
arrimaha xaakimiyadda iyo xukunka la xiriira. Qofku Ilaahay waa rumaystay buu leeyahay, laakiin markay noqoto ficil iyo dhaqan, diinta Ilaahay iyo kitaabkiisa iyo dhaqankiisa ma haya kan kale wanaagsan buu leeyahay, kan halkani naga dhiga. Marka shirku taaca waa la yidhaahdaa oo halkii Ilaahay laga adeeci lahaa, waxaa kale uu adeecay ka tala qaatay ama uu bedel qaatuun buu ku beeray. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الهي البي سميستين با ربي وري علماء الصوفيا له معناه دو علماء الصوفيا شي اي يوغا تلا قاتن سيدي الهي لوغا تلا قادناي وخي الهي لوغا ادعي ايغا كو ادعي سيدو نبي كو فسر عليه الصلاه والسلام والله عذر داري كرا قفك هدي صدح حرمود ميدون ولهي ادو جاهل يا اما لا قصبه اما قف اي الا و هو غا دعا هدانو قفين haddaanu jaahil ahayn haddaan la qasbin nawaaqidda islaamka burinaysa tobanayada uu la yimaado xagga kale uga booday islaamku ilaa abwaal uguma xidhne kelmadna uu ku soo galayaa qof kelmadna uu kaga boodayaa waxaynu uga jeednaa mar haddii aayaadku sidaa adag ay u adkeeyeen tawxiidkii iyo qaraasamaalkii qofka deenu la xajeclaabo qofka oo binaagan iyo shaygan muhiimka ah uu dhisay ee asalkii asaaska u ah waxa duminaya inay dadku bartaan oo ay iska ilaaliyaan oonu kaftan iyo bilaa macno iyo dheeldheel toona uga imanin. Wallahu aclam.